في بداية اللقاء قلت بأن الشيطان يكمن بالتفاصيل دكتور الفاتح، واليوم نرى جانب من الحرية والتغيير يعارض هذا الاتفاق، وأيضا يعني هناك من يشكك في مواقف العسكريين وبتعهد العسكريين بتسليم السلطة وأيضا تطهير المؤسسة العسكرية والتخلص من كل ما بقي من النظام السابق. اليوم هل تعتقد بأن إغراق الاتفاق يأتي من المدنيين الرافضين أم بانقلاب جديد من العسكريين في السودان؟ طيب، الاثنين واردات. أول حاجة الاتفاق تم هو قوى الحرية، المجلس المركزي هي بتمثل قوى الثورة وهي وقعت، ولكن قالت إنه هذا تنفيذ الاتفاق حيكون بحرية التغيير ومن معها من قوى الثورة، وهنا تقصد الموجودين في الشارع السوداني من الشباب. وأيضا أشارت الوثيقة إلى قوى الانتقال، وذلك هؤلاء الذي ليس جزء من قوى الثورة ولكن أدانوا الانقلاب الأخير، من ضمنهم حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب أخرى. دي القوة الوقعت. في قوة لم توقع وهي بتسمي نفسها الحرية والتغيير، الكتلة الديمقراطية، فهذه الكتلة ساندت الانقلاب، ساندت انقلاب 25 أكتوبر وما زالت تسانده وما زالت تطالب بوجود العسكر في السلطة. أما قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي، هذه الوثيقة أو الفريم ورك أو الوثيقة الاتفاق الإطاري الذي تم الشهر الماضي ينهي الانقلاب البرهان ويؤسس سلطة مدنية كاملة ويبعد العسكر عن المعادلة السياسية. أما هؤلاء الذين ينادون بأنه لم يضمنوا في الاتفاق فهم موالين للعسكر وهم أداة للعسكر إذا كان أدخل في هذا الاتفاق وأغرقوه حتى يعني يمتد أمد المفاوضات مع العسكر. أما الجانب الآخر وهو العسكر أنفسهم لا توجد ضمانات، وهذا هو الآن الشارع الموجود فوقه الشباب السوداني في رجال المقاومة، موجود الحزب الشيوعي، حزب البحث، كلهم بيعتقدوا بأنه لا ضمان، ما في ضمانات للعسكر، بيفتكروا أن حرية التغيير بهذه الخطوة ممكن تكون فيها مجازفة. ولكن حرية التغيير بترى بأنه لا يوجد حل سياسي في الأفق، لا بد من إنهاء الانقلاب.